السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها أحب أوضح إن إحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها منح كتيرة جدا، منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. بالإضافة كمان كنا اتكلمنا عن سلسلة فرص التطوع والسفر إلى الخارج، وعرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. بالإضافة كمان كنا عرضنا فرصة وهي فرصة طوع في فيتنام، كان التقديم والقبول فيها حصرا عن طريق قناتنا، وكانت شاملة معظم التكاليف، وتم إعلان الفائزين في هذه الفرصة، وإن شاء الله بإذن الله يكون موجود معانا فرص جاية كتير التقديم والقبول فيها حصرا عن طريق قناتنا. بالإضافة كمان كنا أعلنا عن خدمة وهي خدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة أنت عايزها، تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي أو تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوه كمان ان جميع روابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالمنحه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوها موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدا على بركه الله ونتكلم عن منحه النهارده، وهي منحه ممتازه جدا في دوله اوروبيه. طيب هي منحه حكومه هولندا اوكيبي، تمام؟ طبعا في منحة حكومة هولندا منحة أخرى، ولكن المنحة اللي احنا بنتكلم عليها تبع الحكومة برضو، ولكن اختصار المنحة دي زي ما بيطلق عليها الـ OKB. الدولة المانحة هولندا، تمام. الجهة المانحة Orange Knowledge Scholarship اللي هي اختصارها OKB، دي الجهة المانحة. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي، في دول كتير جدا عندنا، ولكن الدول العربية هنا هتلاقي بعضها، مش كل الدول العربية هتلاقوا موجودة، هتلاقوا زي مصر موجودة، زي لبنان، هتلاقوا تونس، هتلاقوا السودان، جنوب السودان، اليمن، في دول هنا هتلاقي دول عربية والأراضي الفلسطينية في دول عربية هتلاقيها. وطبعا دي يعني دي قائمة الدول المتاحة للتقديم فقط، يعني أي دولة أخرى غير متاحة للتقديم في الفرصة دي، تمام؟ فحضرتك تشوف دولتك هنا وتتأكد هل الدولة بتاعتك مؤهلة للتقديم ولا لا. المرحلة الدراسية المتاح ليها التقديم في الفرصة دي او اللي انت هتدرس ايه في الفرصة دي، حضرتك متاح ليك تدرس مرحلة الماجستير والدورات القصيرة للبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، يعني ممكن تقدر تدرس الماجستير 24 شهر او 12 شهر، ممكن تقدر تدرس الدورات القصيرة سواء انت بتدرس حاليا بكالوريوس او خلصت بكالوريوس او ماجستير او دكتوراه، تقدر تدرس دورات قصيرة ما بين مثلا شهر 2 3 الى الماكسيمم 12 شهر، ده بالنسبة للدورات القصيرة، تمام؟ الدورات القصيرة معناها ان حضرتك بتاخد مثلا كورسات في المجال بتاعك، لو انت مثلا في المجال الطبي يبقى بتاخد دورات تدريب في المجال الطبي، تمام؟ في الهندسة يبقى انت بتاخد دورات في المجال الهندسي وهكذا. ده معناه الدورات القصيرة. بالنسبة للتمويل في الفرصة دي، المنحة دي ممولة بشكل كامل، تمام؟ بتشمل لك الرسوم الدراسية كاملة، يعني مش تدفع أي حاجة، كل تكاليف الدراسة على المنحة. كمان هتتكفل لك بتأشيرة هولندا، حضرتك برضو في الفيزا، فيزا الحصول، فيزا الدخول لهولندا، انت مش هتدفع ليها اي تكاليف، وكمان هم هيتكفلوا لك بجميع الاوراق اللي هتسهل لك الحصول على التأشيرة، يعني انت مش هتعمل اي حاجة خالص. كمان هتتكفل لك بتكاليف السفر والطيران، تذاكر الطيران عليهم، تمام. التأمين الصحي في حالة لا قدر الله حدوث مرض او حادث، هم هيتكفلوا بتكاليف العلاج. كمان هيكون في مرتب شهري اللي هو مبلغ مالي عشان يغطي لك نفقات المعيشة، كل شهر هتاخد مبلغ من المال يغطي لك نفقات المعيشة في هولندا. طيب ايه هي التخصصات بقى المتاحة في المنحة دي؟ كل التخصصات متاحة في المنحة دي، مثل الهندسة والعلوم والطب والتخصصات الأدبية وغيرها، وده بسبب ان في 653 جامعة ومؤسسة مشاركة في المنحة دي، لان احنا زي ما قلنا المنحة دي من حكومية بيطلق عليها الاوكي بي، ومشارك فيها 653 جامعة ومؤسسة موجودة في هولندا، فمتاح فيها كل التخصصات، تمام؟ طيب الأوراق بقى المطلوبة في المنحة دي، طبعا الأوراق هتختلف على حسب الجامعة والمؤسسة اللي حضرتك هتقدم ليها، وهنشرح الموضوع ده بالتفصيل بعد شوية. ولكن في طبعا أوراق بقى كل الجامعات بتتفق عليها، زي آخر مؤهل دراسي أنت حصلت عليه، كشف الدرجات، صورة جواز السفر، وطبعا أن يكون لديك مستوى في اللغة الإنجليزية. طبعا في جامعات مشاركة اللي هي من ضمن ال 653 جامعة، في جامعات مشاركة في المنحة دي مش بتطلب شهادة لغة إنجليزية.
يعني ممكن يتعمل لك انترفيو تحديد مستوى في اللغه الانجليزيه، او حضرتك تقدم اي شهاده لغه انجليزيه تانية غير مثلا الشهادات الدوليه زي الايلتس او التويفل، وفي جامعات بتطلب الايلتس او التويفل. فانت مثلا لو مش معاك الشهادات دي ممكن انك تحاول تبحث من ضمن 653 جامعه اللي احنا هنتعرف عليهم بعد شويه، تبحث عن الجامعات اللي ما بيكونش محتاج لغه انجليزيه فيها. تمام. طيب اخر ميعاد للتقديم بقى في الفرصه دي، اخر ميعاد للتقديم هو مقسم لثلاث جولات. اخر الجوله الاولى هتبدا من 5 فبراير حتى 24 مارس، يعني الجوله الاولى هتنتهي في 24 مارس، والجوله الاولى دي متاح فيها جميع البرامج زي الدورات القصيره ومرحله الماجستير اللي هي 24 شهر. تمام. اللي في الماجستير اللي هو ال 12 شهر، وفي الماجستير اللي هو ال 24 شهر مع البروبوزال او خطه البحث. تمام. فالجوله الاولى متاح فيها الدورات القصيره والماجستير. الجوله الثانيه بتبدا من 13 مايو حتى 30 يونيو، ودي فيها برامج الدورات القصيره والماجستير لمده 12 شهر فقط. تمام. ده بالنسبه للجوله الثانيه، يعني مثلا اللي عايز يقدم للجوله الثانيه اخر ميعاد للتقديم هو 30 يونيو. وفي الجوله الثالثه، تمام، والجوله الثالثه دي بتبدا من 2 سبتمبر لحد 13 اكتوبر، ودي للدورات القصيره فقط، يعني اللي عايز يقدم للدورات القصيره فقط متاح قدامه لحد 13 اكتوبر 2020. تمام. يعني متقسمه لثلاث جولات، فحضرتك بتشوف مثلا الميعاد المناسب ليك والكورس المناسب اللي انت عايز تقدم ليه، وبتختار الجوله اللي انت عايز تقدم ليها من هنا. تمام. طيب كيفيه التقديم بقى في الفرصه دي، عشان تقدم في الفرصه دي لازم يتم التواصل مع المؤسسه اللي انت عايز تقدم ليها اولا من ضمن 653 مؤسسه او جامعه. طيب ازاي بقى احنا نتواصل معاهم وازاي نقدم في الفرصه دي؟ انا هنا حاطط لكم لينكين، اللي هو لينك التقديم اللي هو قدم الان، وده الاعلان الرسمي للمنحه. تعال نبص اولا على الاعلان الرسمي للمنحه، بعد كده نتجه لكيفيه التقديم. ده الاعلان الرسمي للمنحه، يفتح معاك بالشكل ده، هتلاقي حضرتك كل تفاصيل المنحه هنا باللغه الانجليزيه. هتلاقي هنا هو زي ما موجود الدول المؤهله للتقديم، تمام، دي قائمه الدول. هتلاقي هنا المواعيد التقديم اللي هي اول البرامج، تمام، وهتلاقي هنا المواعيد الخاصه بالتقديم هنا اللي هي الجوله الاولى والثانيه والثالثه، وكل بقى التفاصيل هتلاقي هنا، ودي ملفات طبعا بتحتوي على تفاصيل اكتر ممكن حضرتك تطلع عليها. يبقى ده الاعلان الرسمي بالنسبه للمنحه. تمام. طيب دلوقتي بقى عايزين نتعرف ازاي ممكن نقدم للمنحه دي. هتيجي تضغط على قدم الان هنا، تضغط عليها من هنا، هيفتح معاك الصفحه زي بالشكل ده كده. طيب ايه بقى الصفحه دي؟ الصفحه دي حضرتك هي اللي فيها 653 جامعه مشاركه او مؤسسه في المنحه دي. تمام. دي كل الجامعات، طبعا تقدر بقى من الصفحات تعمل مثلا دي الصفحه الاولى الثانيه الثالثه وعدد المؤسسات المشاركه 653 جامعه او منحه. طب انا عرفت ازاي ان 653 دول تبع المنحه دي؟ هتيجي حضرتك في الجنب هنا في الفلتر اللي موجود هنا، تمام، وتلاقي هنا حاجه اسمها اوكي بي كواليفايد مكتوب عليها يس، يعني لو حضرتك حذفت الياس دي يبقى هيطلع لك جامعات تانية مش منضمه للمنحه. تمام. انما لما تلاقي اوكي بي كواليفايد وتضغط يس عليها، يعني السيرش اللي هيطلع لك هيكون في المنحه دي. تمام. طيب وكمان من هنا بقى تقدر تبحث عن التخصص بتاعك، مثلا شخص بيبحث عن السيفل انجينيرنج مثلا، تمام، فيجي مثلا يكتب سيفل انجينيرنج، تمام، ويضغط عليها من هنا وتعمل مثلا بحث، هيطلع لك كل الجامعات اللي فيها الاوكي بي كواليفايد اللي هي مثلا 115 جامعه ومؤسسه فيها السيفل انجينيرنج، وقيس بقى حضرتك على التخصص اللي انت عايزه، هيطلع لك بقى في السيرش الجامعات المشاركه او اللي فيها التخصص بتاعك. تمام كده. ده بالنسبه لعمليه البحث هنا. طيب انا دلوقتي عايز اقدم اعمل ايه؟ مثلا لو رجعنا ل 653 جامعه، هتيجي بقى حضرتك مثلا لو هنختار اول جامعه، تمام، اول جامعه من الجامعات دي اللي هي يونيفرسيتي اوف 20، وعلى فكره يونيفرسيتي اوف 20 شهادات اللغه المطلوبه فيها، ممكن لو انت حضرتك درست برنامج باللغه الانجليزيه ممكن تقدم فيها الشهاده اللي بتثبت انك درست المرحله السابقه باللغه الانجليزيه، غير في جامعات تانية بتطلب الايلتس او التويفل، ولكن يونيفرسيتي اوف 20 ما بتطلبش الايلتس او التويفل. تمام. طيب هتيجي هنا عند مثلا، تعالى نبحث كده، لو انا عايز بقى اقدم للجامعه دي او التخصص ده، تيجي تضغط عليها، تمام، عشان تتعرف على التفاصيل اكتر. هيطلع لك هنا البروجرام ديتيلز، ده بالنسبه لتفاصيل البرنامج، تمام، وهتيجي هنا هتلاقي كل التفاصيل حضرتك موجوده هنا، الكواليفيكيشنز وكل حاجه، وهتيجي هنا هتلاقي بالنسبه للادميشن
مثلا لو انا عايز اقدم للجامعه هتلاقي برضه التفاصيل كلها هنا، وتلاقي في الجزء الخاص بالسكولرشيب اللي بتقدمها الجامعه دي هتلاقي اورنج نوليدج بروجرامز اللي هي المنحه اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الاوكيبي. طيب كده اتعرفنا على التفاصيل بتاعه الجامعه، تمام. لو انت عايز تعرف على اي تفاصيل بتضغط على الادميشن، على اباوت ذا انستتيوشن، تتعرف على المؤسسه اكتر. طيب انا عايز اقدم بقى للمؤسسه دي او للجامعه دي، تيجي تعمل ايه؟ حضرتك بتضغط على كلمه كونتاكت دي، تمام، وبتلاقي هنا كل تفاصيل التواصل مع الجامعه، ده الايميل الخاص بيهم. بتروح حضرتك واخد الايميل ده وتروح عند تفتح ايميلك الشخصي وتبعت لهم رساله. الرساله دي يكون محتواها ايه؟ تقول لهم انا مثلا عايز اقدم لي منحه الاو كي بي، تمام، اللي هي اورنج نوليدج بروجرام، وانا عايز اعرف كيفيه التقديم، لان المنحه اللي هي الاو كي بي قالت عشان تقدم لازم تتواصل مع المؤسسه الاول، والمؤسسه هي اللي هتقول لك كيفيه التقديم. فانا اخترت الجامعه دي، اخد الايميل الخاص بيهم واروح سريعا اتواصل معاهم واقول لهم كيفيه التقديم بالنسبه للمنحه دي. ولما تتواصل معاهم هم بعد كده هيبعتوا لك التفاصيل ويبعتوا لك لينك التقديم وازاي ممكن تتواصل معاهم وتقدم للمنحه دي، تمام. يبقى التقديم للمنحه دي بيعتمد على اختيارك للمؤسسه، تختار حضرتك المؤسسه اللي انت عايزها، بعدين تتواصل معاها، بعدين المؤسسه دي هتبعت لك كل التفاصيل من حيث عمليه التقديم، تمام. واحب انوه كمان ان احنا قناه منح من كل الانوان، بنقدم برضو التقديم بشكل احترافي لفرص ومنح كتير جدا لاي شخص عايز مثلا يقدم بشكل احترافي، احنا بنتيح الخدمه دي، وهتلاقوا استماره التواصل معانا للتقديم من خلالنا موجوده في صندوق الوصف اسفل الفيديو ده. طبعا زي ما شرحنا المنحة دي موفرة حاجات كتير جدا، ممولة بالكامل، رسوم دراسية، تأشيرة هولندا، تكاليف السفر، التأمين الطبي، مبلغ مالي اللي هو مرتب شهري، يعني كل حاجة شاملها المنحة دي. فلو مهتمين بها ياريت تقدموا ليها، تمام. وفي النهاية أتمنى لكم التوفيق والقبول في المنحة دي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.